عربي مرحبا بك على موقع اسبيرانس تونس بونيت. اليوم يقول لي ما تعبش انت رجل انتصر ولا فريق راي مخالف؟ والله حابين نعملوا معنا اليوم ماتش من الاول، ندخلوا من الاول باهين في الماتش، مش كيما جرومبيليا. وهذيك اكثر حاجه سهلت علينا الماتش، ماركينا بريمي تون من الاول، تحكمنا شويه في الكوره. دوزيام تون كيف ماركينا من الاول، مي قبلنا شويه لعب، وهذيك خاطر استاد يعني هبطوا كله فكونا شويه الوسط. مي الحمد لله عرفنا كيفاش نحافظوا على السكور، وعرفنا كيفاش ناخذوا 3 بوان ليكستيريور اليوم. عربي نحب ولا نكره عنده ستاتيو نتاع رومبلاسون في الاسبيرانس، لكن ورا في المقابلات الاخرانيه اللي هو قد المسؤوليه، وعربي مكانه معناها اساسي في الترجي مش رومبلاسون. والله هذا معناها واجب، لازم واحد قبل ما يخمم تيتولير ولا مش تيتولير. هاللي جمعيه استحقتني يعطي تكون ما عندي، ان شاء الله كنت معناها عند حسن الظن. وهذيك تبقى هذا معناها المشكله عند نوتر النار، يعني واحد يكور ما يكورش ما يهمش، المهم معناها اللي يلعب سور تيران معناها يعطي البلوس، وليسونسيال ديما الترجي يربح. يعطيك الصحه.